يبدأ يوم جديد لنستعد للعمل. أوه لا، هناك بعض البقع على الأرفف، لننظفها. ضع المنتجات على الأرفف. عظيم، نحن جاهزون لنفتح للعمل. مرحبا، أود مساعدتك، أرجوك اتبعني لنصطحب الزبون إلى المنتج الذي تبحث عنه. موجود هنا، لا تتردد في التواصل إلي عند الضرورة. ينتهي الزبون، تفحص المنتجات. كيف تريد الدفع؟ ها هو باقي حسابك. شكرا لك، وأتمنى لك يوما. تأكد من دفع ثمن المنتجات قبل المغادرة. يحتاج هذا الزبون إلى تناول وجبة معلبة، لنقم بتسخينها. مرحبا، دعني أساعدك في تسخين صندوق الغداء. قم بفتح الغطاء. تخلص من الغطاء في سلة المهملات. ضع صندوق الغداء في فرن الميكرويف وقم بتسخينه. صندوق الغداء اللذيذ جاهز. ها هو صندوق الغداء الخاص بك، استمتع بالوجبة. تم بيع المنتجات التي يريدها الزبائن، دعنا نذهب إلى المستودع لجمع المزيد. ابحث عن المنتجات المقابلة وأخرجها من الصناديق. رائع، ما زلنا بحاجة إلى منتجين آخرين. عظيم، ما زلنا بحاجة إلى منتج واحد. واو، لقد وجدنا جميع المنتجات. ضع المنتجات على الأرفف. رائع، يمكن للزبائن شراء ما يريدون. ينتهي الزبون من التسوق، يرجى التحقق من المنتجات. تفحص المنتجات. كيف تريد الدفع؟ أدخل الأرقام المقابلة وفقا للمبلغ المعروض على الشاشة. ضع هاتفك المحمول على قارئ البطاقات للدفع بنجاح. شكرا لك، وأتمنى لك يوما سعيدا. أن يكون الشراب لذيذا. ها هو شرابك، استمتع. Yeah.
يرغب هذا الزبون في التسوق لشراء منتجات في العداء. مرحبا، ما المنتجات التي تريد شراءها؟ اعثر على المنتجات التي يحتاجها الزبون في العداد. رائع، لقد وجدت جميع المنتجات. تفحص المنتجات. كيف تريد الدفع؟ شكرا لك وأتمنى لك يوما سعيدا. إنه يوم حافل والأرضية متسخة، لنمسح الأرضية. أوه لا، هناك العديد من المنشورات المرفقة بالباب. قم بإزالة المنشورات بالمساحة الصغيرة. تخلص من النفايات الموجودة على الطاولة في سلة المهملات، ثم قم بتنظيف الطاولة. واو، صندوق هدية، لنرى ما بداخله. عمل رائع، واصل العمل غدا. أوه لا، الأرفف مليئة بالأتربة، لننظفها. ضع المنتجات على الأرفف. عظيم، نحن جاهزون لنفتح للعمل.